جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة نخصصها الليلة بشكل استثنائي للاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال. أهلا بكم، أنا مكي هلال. إلى العناوين: في تحد للإرهاب بن قردان تحيي الذكرى 60 للاستقلال وقافلة تضامنية نحو المدينة لمساندة الأمنيين والعسكريين وعائلات الشهداء هناك. إحياء الذكرى 60 للاستقلال في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وسط إقبال شعبي كبير وغياب تام للشعارات السياسية والحزبية. محسن مرزوق يعلن ولادة حركة مشروع تونس وسط حضور جماهيري مكثف بالعاصمة وانضمام 100 شخصية جديدة للحركة. طاب مساؤكم جميعا، أجمل التهاني بالذكرى 60 لعيد الاستقلال. أحيا التونسيون جميعا اليوم الذكرى 60 للاستقلال في أجواء طغت عليها مشاعر الفخر الوطني وروح التحدي للإرهاب. ذروة هذه الاحتفالات كانت بمدينة بن قردان بالنظر إلى الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا، وجرت مراسم الاحتفال بحضور أهالي شهداء العملية الأخيرة هناك وعدد من القوات العسكرية والأمنية. الانتماء والوطنية مفهومان يتعزز معناهما أكثر كلما تعلق الأمر بالوطن، وهذا ما أكدته أحداث بن قردان الأخيرة. بن قردان التي تعيش منذ فترة ملحمة ضد عناصر إرهابية تحيي اليوم ذكرى الاستقلال وسط توجيه تحية إكبار وتقدير لأرواح كل شهداء الوطن منذ الاستعمار إلى آخر شهيد في الحرب ضد الإرهاب. موكب وإحياء الذكرى 60 للاستقلال شهد حضور العسكريين والأمنيين وعائلة الشهداء وبعض المناضلين المقاومين للمستعمر الفرنسي. نحن أبناء بن قردان في عهد الاستعمار من سنة 48 حتى لساعة الآن، احنا نعد في الزعماء، احنا نعد في المقاومين، احنا رجعنا للجبال. يأتي ذلك تزامناً مع وصول قافلة تضامنية تضم عدداً من الفنانين والرياضيين والإعلاميين إلى مدينة بن قردان، وذلك تعبيراً عن مساندتهم للأمنيين والعسكريين وعائلات الشهداء. وتزامناً مع الاحتفال أكدت السلطات المحلية أن تقليص ساعات حظر التجول بصدد الدرس. تقليص ربما من ساعات حظر التجول وأيضاً دراسة إمكانية يعني تخفيف التوق شوية على أهالي بن قردان إن شاء الله. مازال ما فماش قرارات، ولكن هذوما نقطتين معناها مهمين جدا ومن اهتمامات سواء كان السلطات الجهوية أو المركزية أيضا. ذكرى الاستقلال ذكرى تخلد حرية البلاد وانتصارها على المستعمر، واليوم تواصل تونس خط تاريخها بالانتصار على المتربصين بأمن الوطنية واستقراره. في سياق إحياء ذكرى عيد الاستقلال أيضا شهد اليوم شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة جملة من الأنشطة الاحتفالية بمشاركة جمعيات ونوادي وبحضور عدد من المواطنين. ولعل ما ميز احتفالات هذه السنة بالشارع الرئيسي بالعاصمة أنها لم يرفع فيها أي شعار سياسي وغابت الرايات الحزبية لتحضر محلها الراية الوطنية دون سواها. يبدو أن التقرير المقصود ليس جاهزاً بعد، نعتذر عن هذا الخلل الفني ونتابع. في سياق متصل ودائماً مع فعاليات عيد الاستقلال، دعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الوحدة الوطنية ومزيد التكاتف من أجل كسب التحديات الراهنة واستكمال مشروع الانتقال الديمقراطي والنجاح في القضاء على الإرهاب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم رئيس الجمهورية خلال موكب رسمي انتظم بقصر قرطاج بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال.
60 سنة مرت على استقلال تونس، موكب رسمي في قصر قرطاج تخليداً لذكرى الأجيال التي ضحت من أجل الحرية، وذلك بحضور أبرز المناضلين التونسيين وأغلب الشخصيات الوطنية. رئيس الجمهورية دعا في كلمته إلى التآزر بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، مشدداً أن نجاح تونس يكمن في الوحدة الوطنية، خصوصاً أمام التحديات التي تواجهها منذ الثورة، كما بيّن أن عيد الاستقلال مناسبة لنبذ الإقصاء والتهميش وكل أشكال التمييز. تحدي للحكومة والدولة التونسية الآن أمام هذا لابد من حقه، يعني الشيء اللي نجحنا في الماضي وهو الوحدة الوطنية. بدون السقف تاع الوطنية رغم ثم حتى حركة تنجم تنجح. كما أشار رئيس الجمهورية إلى الملحمة التاريخية في بنقردان، مثمناً الجهود الأمنية وواصفاً آفة الإرهاب والوضع الاقتصادي بالتحديات الكبرى التي تمر بها تونس. حوادث بنقردان اللي من حسن الحظ الجيوش بتاعنا وكذلك أيضاً رجال الأمن والديوانة وكذلك أيضاً الحرس الوطني يعني كانوا في مستوى المسؤولية تنتهي. في ظرف خاص احتفلت تونس هذه السنة بالذكرى 60 للاستقلال، احتفالات جاءت تكليلاً للانتصار على الإرهاب وتكريساً للحرية والاستقلال. كان هذا على مستوى الاحتفال الرسمي، أما على المستوى الشعبي نعود لاحتفالات شارع لحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التي نوهنا فيها إلى أبرز ما ميزها وهو غياب الرايات الحزبية والسياسية وحلول الراية الوطنية دون سواها محل كل ذلك. نتابع التقرير الآن. الشارع للشعب دون سواه، لا أحد غيره حضر. ستينية الاستقلال في شارع لحبيب بورقيبة كانت بألوان اللباس التقليدي وإيقاع المجورات والفرق النسائية، بعبق التراث وألق الرايات المخضبة ببياض السلام وأحمر الثورة. لا شيء يوحي أنه احتفال منظم. جاء المواطنون لمواكبة الحدث فإذا بهم يصنعونه. جو كبير برشا في تونس، عيد كامل العيد، معناتها شيء يعمل 66 كيف، الناس كل فرحانة وشيخة، والشباب لابس الكساوية، اللي محبس يلبس الكسوة يلبس الجبة، وراه شيء يعمل 66 كيف، وإن شاء الله يا ربي حلنا القلوب، وإن شاء الله الناس تحب بعضها وتحيا تونس. خرجة تونسية من المدينة العتيقة إلى شارع يضم ساحة الاستقلال وساحة الشهداء، شارع يحمل اسماً لا زال الكثيرون يربطونه بهذا التاريخ. هالنهار السعيد، هالنهار اللي تحفلنا به الكل كبير وصغير، خرجنا فكرنا في تقليدنا، عاداتنا وتقاليدنا. يرحم لحبيب بورقيبة، هو اللي جابها الاستقلال. واحدة كيفيانا في اللي قبلي واللي قدي ما قراوش، هو أنا واحدة من ياس قريت. الشارع جمع الكثيرين، منهم من جاء ليحتفل بالمناسبة، ومنهم من اختارها ظرفاً للاحتجاج، في حين رابط البعض في المقاهي يشاركون بالفرجة لا غير. أما الأطفال فكان حضورهم لافتاً ملفتاً حتى بما تصوروه شعراً. تونس الخضراء، أرض السلام والمحبة والأمان، علمك سيرفرف عالياً ما دمت أنجبت رجالاً شجعان. صور وذاكرة ورايات، أسماء تخلد وتواريخ تحفظ، علامات فارقة في تاريخ شعب ودولة. وإن حضر الشعب اليوم فإن الدولة لم تسجل حضورها إلا بعناصر الأمن المرابطين في الشارع. الذكرى 60 للاستقلال في شارع ذي رمزية قد تختلف حول فعالياتها التقييمات، لكن الأكيد أنها المرة الأولى التي يكون فيها الشارع بعيدا عن السياسة في ذكرى سياسية ووطنية. دائما مع حدث اليوم 60 سنة من الاستقلال عرفت فيها تونس محطات سياسية عدة أسست للدولة العصرية. بدأت المسيرة بعيد الاستقلال بإلغاء النظام الملكي وتأسيس الجمهورية، وصولا إلى تركيز دعائم الجمهورية الثانية بعد الثورة. 20 مارس تاريخ ظل ولا يزال منقوشا في ذاكرة كل تونسي، يوم اعترفت فرنسا قبل 60 عاماً باستقلال تونس بعد معركة دامت 75 سنة توجت بليل الاستقلال الداخلي في مرحلة أولى، ومن ثمة الاستقلال التام.
تعترف فرنسا علنا باستقلال تونس، وبناء عليه فإن المعاهدة المبرمة بين تونس وفرنسا في 12 من مايو 1881 لم يعد بإمكانها ضبط العلاقات الفرنسية التونسية. عام بعدها عززت تونس استقلالها بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية نظامها. نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق. وتتالت الإصلاحات وأولت دولة الاستقلال الأهمية القصوى للتعليم والصحة والقضاء على رواسب الاستعمار بتحرير الأرض من الجيوش الأجنبية وتونسة الأمن والمالية وتطوير التشريعات بإصدار مجموعة مهمة من القوانين والمجلات التي تكرس سيادة البلاد وتدفع المجتمع نحو التقدم. غيرت الأدمغة بمعنى انقلاب تحصل في سلم القيم والرجال والنساء والبنات والأطفال بحيث مروري فوق مسرح الحياة في تونس كانت تونس ولد حاجة أخرى. مع بداية الألفية الثانية وفي حكم بن علي بدأ التململ يظهر في البلاد أمام سياسة الاستبداد المنتهجة من الرئيس ومقربيه رغم بعض الوعود النظرية، إلى أن اندلعت ثورة 14 من جانفي وأطاحت بالنظام. وعرفت البلاد أول انتخابات حرة تعددية في أكتوبر 2011 تم على إثرها تركيز المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب محمد المنصف المرزوقي رئيساً للجمهورية وحماد جبالي رئيساً للحكومة. مرت 5 سنوات على الثورة عاشت فيها تونس تقلبات عدة، اغتيالات واحتجاجات اجتماعية وتجاذبات سياسية كادت تعصف بالمسار الانتقالي قبل إطلاق الحوار الوطني والاتفاق على حكومة كفاءات هندست لانتخابات تشريعية ورئاسية مهدت لقيام الجمهورية الثانية وسط تزعزع ثقة المواطنين في سياسة البلاد. أنا أطلب من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع وتقدم مشروع يعني لتنقيص من وطأة البطالة، يعني بخطن إن شاء الله تكون ثابتة، ولو وأن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة. وتسعى الطبقة السياسية اليوم حكومة ومعارضة إلى إعادة بناء الثقة والانخراط في مرحلة قوامها العمل على تحقيق أهداف الثورة. وللتعليق على حدث اليوم وتحليل أبعاده ينضم إلينا في الاستوديو الباحث بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر السيد خالد عبيد. سيد عبيد أهلا بك. بدءا، أي قراءة ممكنة في اللحظة الراهنة ذكرى 60 لعيد الاستقلال وتزامنها مع حرب على الإرهاب وعمليات أمنية متواترة؟ نعتقد أن أهم قراءة يمكن أن نقرأها أن بالنسبة لهذه الذكرى ذكرى 60 لعيد الاستقلال جاءت لتؤكد مرة أخرى الدعائم الصلبة التي تكونت عليها دولة الاستقلال، وأن هذه الدعائم كانت ثابتة بالرغم من حملات التشكيك والتي حدثت منذ فترات عديدة وخاصة بعد 2011 فيما يخص مكتسبات دولة الاستقلال. نحن الآن نعيش الستينية، وهذه الستينية هي على جميع المستويات، لأن سنة التأسيس 1956 هي سنة التأسيس. لم يكن استقلال فقط، بل كان بناء دولة وبناء مكونات هذه الدولة. هناك توحيد القضاء، هناك مجلة الأحوال الشخصية ذكرى 60، هناك تونسة الأمن ذكرى 60، يعني هناك تونسة الأمن، يعني كل هذا وتأسيس الجيش، كل هذا تم في خلال هذه السنة. فسنة 1956 هي سنة حاسمة، وهي التي شكلت منعرج في تاريخ تونس الحديثة وتونس المستقلة، والأحنا نعيش إلى حد الآن على نتائج هذا التأسيس. لكن المعطى الأساسي أخ مكي في كل هذا أنه ما حدث في بنغردان على الأقل أكد مرة أخرى مدى صلابة هذا البناء الذي بني في سنة 56،
وهذا البناء الذي بني هو كان اسمه بناء الكيان الوطني، نعم. الدولة الوطنية. فما حدث في بنكردان سفها كل الأحلام وكل الآراء التي تقول بأن هذه الدولة الوطنية لا يمكن لها أن تبقى وتصمد. في هذا السياق الذي ذكرت، عرضنا تقرير عن احتفالات 60 الاستقلال في بنكردان وهذا الوهج الذي اكتسبته، هل هذا كاف؟ البعض يرى فيها فقط إنشائية احتفالية قد لا تسمن أو تغني من جوع، يجب أن نفعل أكثر لهؤلاء، ما رأيك؟ في الحقيقة في رأيي الشخصي كمؤرخ على الأقل يجب أن نحتفل ويجب أن نعطي احتفالاتنا وذكرياتنا الوطنية كل الاهتمام الممكن. لماذا؟ لأن شعب إذا كان ما عندوش ماضي، إذا كان شباب لا يعرف ماضيه وما يعتزش بماضيه ولا يفتخر بنضالات أجداده وأبائه، فماذا تريد به أن كيفاش تحب ينظر للمستقبل؟ كيف تريد به أن ينظر إلى هذا المستقبل؟ نحن يمكن أن نفهم لماذا البعض من شبابنا انساق إلى هوية الإرهاب، لأنه كان يجهل بتاريخه، لأنه كان يجهل بذاكرته، لأنه ربي على أساس أنه لا يفتخر بنضالات أبائه وأجداده، ولذلك وجد نفسه فارغا فالتجأ وأصبح فريسة سهلة لكل المتربصين بتونس. إذا مهم الاحتفال في بنكردان، الاحتفال أمر أساسي مثل ما يحدث في كل البلدان. انظر في لندن، في إنجلترا، في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، في كل البلدان انظر كيف تحتفل بأعيادها، تعتبره أعياد مجيدة. لماذا نحن بالذات، لماذا نحن بالذات دائما نستنقص هذه الأعياد؟ لماذا نستنقص خاصة رموزنا وزعماءنا؟ سؤالي الأخير بإجازة لو سمحت، قراءة في كلمة رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة ذكرى الستيني، هل بلغت الرسائل التي يجب أن تبلغ؟ بالنسبة لهذا الخطاب هناك نقطتان. النقطة الأولى هي يريد أن يبين مرة أخرى للشعب التونسي مدى دقة اللحظة التي تعيشها تونس، ومن هنا ذكر التحديات والصعوبات الأربعة التي تعيشها تونس، وهنا يذكرنا بذات الصعوبات أو أكبر التي كانت تعيشها تونس في سنة التأسيس 1956. كانت صعوبات كبرى، لكن في تلك الفترة عام 56 كانت أصعب، كانت الفترة أصعب وأدق وأحرج، لكن كان هناك رجال الاستثناء، ونحن ننتظر بالنسبة لهذه السنوات أن يكون هناك رجال استثناء الذين يتشبعون بالوطنية وينقذون البلاد وتونس مما هي تعيش فيه. إضافة إلى نقطة أساسية، الرجوع إلى الماضي هو أساسي، نعم. حتى هو هناك رغبة للمصالحة، وذلك عندما ذكر الزعيم صالح بن يوسف. صحيح الزعيم صالح بن يوسف ذكر السيد الباجي أنه رجع إلى العائلة الدستورية، لكن هو في نهاية الأمر قبل كل شيء هو دستوري، حتى وإن أطرد من الحزب فإنه بقي دستوريا، نعم. عكس ما يقول البعض. نشكر لك قدومك بيننا السيد خالد عبيد الباحث بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، لك جزيل الشكر. نتابع وإياكم مشاهدينا في شأن آخر، تتواصل عمليات تعقب الإرهابيين الموجودين في مدينة بنكردان، إذ تحاصر قوات الأمن والجيش الوطنيين منزلا يتحصن به إرهابيون في منطقة الصياح وسط تبادل الإطلاق نار كثيف من الجانبين وفق بلاغ مشترك لوزارتي الدفاع والداخلية. فقد أسفرت العملية عن جرح 3 عسكريين وفرد من الحرس المدني وآخر من الشرطة، إضافة إلى مواطن. وأوضح البيان أن الإصابات غير خطيرة وأن العملية متواصلة لتطويق المنزل المشتبه به تطويقا كاملا. يتكرر المشهد في بنكردان وتتواصل عمليات مداهمة لمنازل يتحصن بها إرهابيون. منطقة الصياح هي اليوم مسرحاً لأحداث متسارعة، فعشية اليوم بدأت عملية أمنية محاولة لمداهمة منزل تتحصن به عناصر إرهابية يشتبه في وجود عنصر خطير بينها. أمام المنزل تتعالى مشاهد النيران المتصاعدة وطلقات الرصاص الكثيفة والمتبادلة بين الوحدات الأمنية والعسكرية من جهة والعناصر الإرهابية المتحصنة بالمنزل من جهة أخرى، في عملية تبدو مهمة لمواصلة مسار عمليات اجتثاث الإرهابيين من المدينة. من جانب آخر أفاد مراسلنا بأن أمنيين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى الجهوي ببنكردان. تأتي هذه العملية غداة نجاح قوات الجيش والأمن في القضاء على إرهابيين اثنين تحصن بأحد المنازل بطريق المعمرات، وبذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العملية التي انطلقت في 7 من الشهر الجاري إلى أكثر من 50.
لمزيد التفاصيل ينضم إلينا مفدنا إلى مدينة بنجردان سعيد أزواري. سعيد، هل توفر تفاصيل إضافية عن هذه العملية الأمنية وهل أثرت على احتفالات ستينية الاستقلال هناك؟ نعم مكي، العملية لا تزال متواصلة إلى حد هذه الساعة. الآن قوات الأمن والقوات العسكرية تطوق المنزل من كافة الجهات وبشكل كامل. العملية انطلقت منذ ظهر هذا اليوم إثر ورود معلومات عن تواجد مجموعة إرهابية بأحد المنازل هنا في محيط مدينة بنجردان. تبعد المنزل يبعد حوالي كيلومترين عن وسط المدينة. يعني طوقت منذ الظهر القوات الأمنية والعسكرية هذا المنزل وبدأ إطلاق النار، ثم يعني بادرت القوات الأمنية والعسكرية بالتواصل مع الإرهابيين عبر مكبرات الصوت في محاولة لإقناعهم بتسليم أنفسهم، لكنهم بادروا بإطلاق النار بشكل مكثف جدا. تم تطويق المنزل كما قلت، وبادروا وقامت القوات الأمنية والعسكرية بإطلاق النار بشكل مكثف جدا، استعملت فيها العيرة النارية الثقيلة أيضا هذه المرة، ويعني حتى القنابل اليدوية والقنابل الصوتية بشكل مكثف جدا. هناك يعني كنا وكبنا هذه العملية عن قرب وكانت هناك انفجارات قوية جدا. المنزل ما زال بصدد البناء، يتكون من طابقين اثنين. معلومات وقد يعني حسب ما علمنا من بعض الجيران، هناك معلومات تقول أن هذا المنزل يحتوي على سرداب عميق وربما هو المكان الذي يتحصن فيه الإرهابيون إلى حد الآن. العملية كما قلت متواصلة إلى حد الآن. المعطيات والحصيلة إصابة ستة أشخاص، ثلاثة عسكريين وأمني ومن الشرطة وأيضا أمني من الحرس الوطني، وأيضا إصابة مواطن، إصابتهم كلهم غير خطيرة حسب ما قدر هنا إطار طبي هنا بالمستشفى الجهوي ببنجردان، وهناك من غادر المستشفى. هذه العملية مكي قلت منذ ساعات الظهر، قبل قليل يعني توقت قوة من الجيش بالدبابات أيضا المدفعيات توقت هذا المنزل وأطلقت ثلاث قذائف باتجاهه. شاهدنا دخان كثيف يعني خارج من هذا المنزل، أيضا احتراق بعض أجزائه وأيضا سقوط جزء مهم من الماء من هذا المنزل. المعطيات إلى حد الآن يعني نعم مكي. شكرا لك، سنتابع معك إذا توفرت معطيات إضافية عن هذه العملية التي ما تزال متواصلة حسب ما أكده للتو مفدنا إلى مدينة بنجردان سعيد الزواري. لأن مشاهدينا نمضي إلى تذكير بأهم عناوين هذه الجولة الإخبارية. في تحدي للإرهاب، بنجردان تحيي الذكرى 60 للاستقلال، وقافلة تضامنية لمساندة الأمنيين والعسكريين وعائلات الشهداء هناك. إحياء الذكرى 60 للاستقلال في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وسط إقبال شعبي وغياب تام للشعارات السياسية والحزبية. ولأن مشاهدينا نستعرض وإياكم أهم الأحداث الوطنية بشكل سريع مع الزميلة ملاك البكاري. تفضلي ملاك. شكرا مكي، مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأبرز الأحداث الوطنية لهذا اليوم. في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال، كاميرا التاسعة تحولت إلى عدة مدن تونسية لمواكبة الأجواء هناك. ففي مدينة مجاز الباب من ولاية باجة انطلقت الاحتفالات بتحية العلم بمشاركة المواطنين وفوج للكشافة وقوات الجيش الوطني وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية، حيث تم تكريم المذكورين من قبل معتمد الجهة. المناسبة هذه تكتسي صبغة خاصة، وخاصة أن بلادنا تتعرض لهجمات إرهابية من حين إلى آخر، ونلمس أن هناك التفاف شعبي حول أمننا وجيشنا. احنا اليوم احتفلنا بذكرى استقلال تونس، تونس اللي الكلنا نحبوها، تونس اللي الكلنا نفدوها برواحنا، وتحيا تونس وعاش تونس حرة مستقل. نفس الأجواء عاشتها قفصة، إن انتظم بالمراكبة الثقافي ابن منظور حفل تكريم لقوات الأمن والجيش الوطني ولبعض العسكريين المتقاعدين، كما تم إسناد شهادات تقدير لممثلي المؤسستين وللفرع الجهوي لجمعية دراسات الأمن الشامل وجمعية تواصل لقدماء الجيش الوطني. فكل أبنائنا وبناتنا إلى النشيد الوطني
هذه مجرد لفتة بسيطة يعني للمؤسسات الأمنية والعسكرية اعترافا منا لجهودهم، خاصة وفيهم الكثير الكثير الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن العزيز. أقل ما يمكن أن نمنحه لأناس قدموا أعز ما لديهم، قدموا حياتهم وسكبوا دماءهم على هذه التربة الزكية كي نعيش نحن أحرارا. ومن قفصة إلى قبلي، حيث مثلت الاحتفالات بالذكرى 60 لعيد الاستقلال فرصة للتذكير بنضالات أبناء الجهة في دحرهم للمستعمر من جهة، ودعوة إلى وحدة الصف بهذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد من جهة أخرى. هذا وتم في أعقاب هذا الموكب تكريم عدد من المناضلين في لمسة وفاء واعتراف بنضالاتهم في سبيل عزة تونس. قدم خلال هذه الملاحم من 1881 إلى الآن أكثر من 180 شهيد، معناها نترحم على أرواحهم ونسير في طريقهم لنحقق الكرامة والمناعة والعزة والكرامة للشعب التونسي. لوحات راقصة وعروض فنية رائعة وأغاني شعبية تبرز الموروث الثقافي الشعبي لولاية القصرين، ذلك هو عرض النجمة الذي افتتح به المركز الدولي للفنون المعاصرة بالقصرين مهرجان الشعامبي للمسرح المعاصر في دورته الثالثة وطنيا والأولى دوليا. عرض شارك فيه 60 فردا من موسيقيين وفنانين وسط حضور جماهيري غفير. فما عملت إرهابية صارت في القصرين في الصباح، وفي العشية نشوفوا عمل آخر ناس محتفلة فيه، ومركب ثقافي فرحان برشا، معناته مركب ثقافي أكثر من 700 واحد وحاضرين. العمل الذي هو خلطة عجنة أولى واعدة باش ربما تولد في المستقبل عرض فني كبير برشا. تحت شعار خطوة خطوة من صفاقس إلى جبل الشعامبي، وصلت صبيحة اليوم جمعية صفاقس المزيانة إلى جبل الشعامبي بعد 8 أيام مشيا على الأقدام. 21 فردا عبروا من خلال حركتهم الرمزية هذه عن تضامنهم مع الأمنيين والعسكريين في معركتهم ضد الإرهاب، آملين أن يعود جبل الشعامبي إلى سالف دوره كمنطقة سياحية رائدة. احنا قمنا بالحركة هذية باش نوصل مش ضد الارهاب وللتنمية على طالبين بطريق سيارة بين صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين. نقولوا احنا مساج هذية ان شاء الله يكون وصل للعباد الكل. قال رضا بالحاج أن حزب نداء تونس لم يتعافى جيدا من الانقسامات، ولكنه يستطيع الدخول في الانتخابات البلدية والفوز، كما أكد أن الانتخابات هي أهم استحقاق خارجي للحزب. كان خلال احتفال بالحزب أو احتفال الحزب بالذكرى 20 للاستقلال. تم رسالة لخارج حركة نداء تونس للوحدة الوطنية، مهما كانت خلافاتنا لابد اليوم باش نكونوا في إطار وحدة وطنية لمقاومة الإرهاب. كلنا ضد الإرهاب، وتحية حبينا نوجه تحية لأبطال بنقردان وترحما على شهداء بنقردان وغيرهم. إثر تواصل عمليات التمشيط بجبل سمامة والمساكن المتاخمة له بالقصرين، انفجر ليلة البارحة لغم أرضي تسبب في بتر ساق جندي وإصابة آخر برصاصة على مستوى ساق، ليتم نقلهما على الفور إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أين تلقيا الإسعافات اللازمة. هذا وتتواصل عمليات القصف بواسطة المدفعيات الثقيلة على المغاور والكهوف المشبوهة حسب ما أفاد به مراسلنا. في موضوع آخر، أوقفت الفرقة الجهوية لطلائع الشرطة بجندوبة في ساعة متأخرة من ليلة البارحة عنصرا إرهابيا بتهمة دعم وإسناد المجموعات الإرهابية المتواجدة بجبال وغابات المنطقة. هذا وقد تمت إحالة الموقوف على الفرقة الوطنية لمقاومة الإرهاب بالعاصمة لاستكمال الأبحاث.
أعطى نجيب درويش وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدينة المنستير إشارة انطلاق البرنامج الوطني للنظافة الذي أقرته رئاسة الحكومة. هذا البرنامج يشمل في مرحلة أولى ولايات المنستير، القيروان، نابل وبنزرت، ويتواصل في مرحلة ثانية ليعم باقي ولايات الجمهورية بكلفة جملية تناهز 250 مليون دينار لإبرام صفقات إطارية تدوم 5 سنوات تجمع بين القطاع العام والخاص. عملية مكثفة جدا لأن ما تخصش ولاية منستير فقط، تخص ولاية القيروان، ولاية نابل، ولاية بنزرت. الحكومة خصت 50 مليون دينار سنويا منذ معناها نهاية 2016 باش يكونوا هذا البرنامج الوطني للنظافة، وباش تكون فما صفقات إطارية، معناها نحكيه على في 5 سنوات على الأقل 250 مليون دينار باش يمشيوا للنظافة. في السياق ذاته انطلقت حملات النظافة في معظم بلديات نابل، حيث شملت شوارع الرئيسية للحمامات الجنوبية ومحيط المحطة السياحية ياسمين الحمامات والمدخل الجنوبي للطريق السيارة. هذا ووضعت وزارة البيئة استراتيجية وطنية جديدة خاصة بالمصبات بمشاركة الوكالة الوطنية لمعالجة النفايات. فما برنامج نتاع تطوير وتحسين استغلال المصبات هذه، الصفقات الجديدة اللي تنطلق من غرة جون في 2016 كان فيها برشة تحسينات بالنسبة للصفقات القديمة، وهذه بطبيعة بعد تقييم الوضع وبعد التشاور وجلسات مع السيد الوليد. بهذا نصل وإياكم إلى آخر هذا الموجز، المشوار متواصل مع مكي. شكرا لك ملاك، بقية نشرتنا تتابعون فيها أيضا. موكب لتحية العلم بحضور الجيش والأمن وعدد من المناضلين بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال بالمنستير. في شأن وطني آخر، أعلن محسن مرزوق عن تأسيس حركة مشروع تونس اليوم تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال وسط حضور آلاف المناصرين. حركة سيكون شعارها المفتاح وستسعى لتقديم حلول جذرية للمشاكل المطروحة في تونس وخاصة آفة الإرهاب حسب ما ينص عليه نص الميثاق التأسيسي. تزامنا مع إحياء الذكرى 60 للاستقلال وبحضور عديد الشخصيات والوجوه السياسية والعديد من نواب مجلس الشعب، تم الإعلان رسمياً عن ولادة مشروع تونس وعن التحاق 100 شخصية جديدة بالحركة على غرار تهام العبدولي والصادق شعبان، وذلك خلال اجتماع شعبي بقبة المنزة حضره عدد غفير من الأنصار وبقيادة محسن مرزوق، تم خلاله الكشف عن ميثاق التأسيس الذي يقوم أساساً على الالتزام بمبادئ الجمهورية وعلوية القانون. خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، وضح محسن مرزوق موقف مشروع تونس من موضوع التحالف مع حركة النهضة، وأشار أن مشروعه سيعمل جاهداً على حل المشاكل المعلقة وعلى مقاومة آفة الإرهاب، وأن أبواب مشروع تونس مفتوحة لكل السياسيين من أعضاء حزب النداء خاصة للانضمام إلى جبهة شعبوية جمهورية من أجل إعادة بناء تونس. تمينا من أجل التوانسة ومن أجل تونس، تلمينا من أجل التوانسة اللي يتألموا ما يتكلموش خاطر عندهم كرامة، التوانسة اللي يحبوا يبنيوا وما يحبوش يحطموا ويكسروا، الشباب اللي موش حاسوا بمنحة ولا مزية ولا هيبة، حاسوا بفرص نتاع عمل وتألق. بالنسبة للمنافس نتاعنا اللي يمثل الإسلام السياسي أي حركة النهضة، سيشهد الأسبوع المقبل استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحركة، فيما سيشهد يومي 9 و10 من أفريل تحضير خارطة المؤتمر الأول للحركة الذي سينعقد في بداية شهر جوان القادم. والآن مشاهدينا إلى جولة في أبرز الأحداث العالمية، جمعها اليوم ناجح الفالحي.
قضى الجيش الجزائري على 4 إرهابيين من المجموعة التي نفذت الاعتداء على حقل الغاز جنوب البلاد صبيحة الجمعة بحسب ما أوردته الصحافة الجزائرية. أعلن الهلال الأحمر الليبي أن 9 مهاجرين قضوا غرقاً خلال محاولتهم الإبحار نحو أوروبا بطريقة غير شرعية، فيما أنقذ خفر السواحل الليبي نحو 600 مهاجر كانوا على متن 4 قوارب. ارتفعت حصيلة الهجوم الذي تبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية على نقطة تفتيش في شمال سيناء مساء السبت، ارتفعت إلى 15 قتيلاً من قوة الشرطة بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية. عززت فرنسا قواتها الأمنية على الحدود بهدف تحسين مراقبتها وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي الذي أكد أن التهديد الإرهابي مرتفع جدا، ويأتي هذا القرار غداة إيقاف المشتبه فيه الأول في اعتداءات باريس في بروكسل. دمر حريق منزل إبراهيم دوابشة الشاهد الرئيسي في قضية الحريق الذي أودى بحياة عائلة سعد دوابشة في قرية دوما شمال الضفة الغربية، هذا وذكرت شرطة الاحتلال أن إبراهيم دوابشة نقل إلى المستشفى. بدأت شاحنات برفع النفايات المكدسة خارج بيروت بموجب خطة اعتمدتها الحكومة اللبنانية لوضع حد لأزمة النفايات المستمرة منذ 8 أشهر والتي تسببت في احتجاجات عارمة تحت شعار طلعت ريحتكم. يؤدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم زيارة تاريخية إلى كوبا، هي الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 1928، حيث سيعلن بداية عصر جديد من العلاقات المشتركة تنهي القطيعة المستمرة منذ فرض واشنطن الحظر على الجزيرة الشيوعية. عودة إلى الشأن الوطني، وحدث اليوم هو ذكرى 60 لعيد الاستقلال. في التقرير التالي نافذة نفتحها على مدينة المنستير وطريقتها في الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال. بمراسم تحية العلم انطلق الاحتفال بساحة الفنون قبالة روضة البورقيبة بإشراف والي الجهة وثلة من الإطارات الأمنية والجهوية وعدد من المناضلين والمقاومين وبحضور أطفال تزينوا بلباس الجيش الوطني. محاولات اليأس أنه باش ننساو العيد الاستقلال، لكن ديما يبقى راسخ، وهكا مريتوا اليوم المشهد، اللوحة هذه يعني تختزل تونس بصفة عامة. وعلى هامش الموكب تولى الوالي تكريم عدد من المقاومين والمناضلين بولاية المنستير اعترافا لهم بما قدموه فداء للوطن. الشباب بتاع توا نقول له راهو خلينا لكم تونس مبيضة، تونس عزيز عليك ما عادش منها. ماراثون الأجيال الذي نظمه نادي الأجيال بالمنستيرة والذي انطلق من أمام روضة البورقيبة في اتجاه القصر الرئاسي بسقانس تماهى مع مسيرة شعب دأب على مواصلة الدرب في سبيل الحفاظ على استقلال البلاد وحمايتها من المتربصين بها. إن شاء الله نحاربوا الإرهاب ومنش التو بعد ونار آخر، وإن شاء الله ما عندهم توصل الإرهاب. وتحية تونس. استقلال يبقى راسخا يجدد العزم على بناء دولة حرة مستقلة عصية على الإرهاب، فلا عاش في تونس من خانها. مثلت الرياضة أحد أوجه احتفالات اليوم. الآن أنا أوان استعراض سريع للرياضة الوطنية والعالمية مع بشير القروي. تفضل بشير. شكرا لك زميلي مكي، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة الرياضية. انهزم نادي الإفريقي مساء اليوم ضد مولدية بجاية الجزائري، انهزم على نتيجة 2-0 وذلك لحسابية بالدور 16 من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. وقد سجل هدفي المولدية أندوي من ضربة جزاء في الدقيقة 59 قبل أن يضيف بيترونغال الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 65، وبالتالي يغادر النادي الإفريقي رسميا مسابقة دور الأبطال وسط حديث عن إمكانية انسحاب رئيس النادي سليم الرياحي. وسيواجه النجم الساحلي في الدور القادم في رابطة الأبطال الإفريقية فريق إنيامبا النيجيري، وفي كأس الاتحاد الإفريقي يواجه الترجي الرياضي التونسي نادي أزام التنزاني، وفيما يلاقي الملعب الجيبسي في الدور المقبل نادي زانكو الزامبي. انطلق عشية اليوم تربص المنتخب التونسي لكرة القدم، وذلك استعدادا لمباراة توغو المبرمجة ليوم الجمعة المقبل على الساعة 6 مساء بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وبدأ تجمع اللاعبين اليوم على أن يكتمل النصاب وغدا الاثنين، ومن المنتظر أن يجري المنتخب التونسي حصتين تدريبيتين الاثنين والثلاثاء بسوسة قبل أن يعود إلى المنستير أين سيتدرب الأربعاء والخميس. لقي يوم أمس في المغرب ثلاثة من أحباء الرجاء البيضاوي المغربي مصرعهم، وأصيب فيما يقارب عن 80 آخرين بعد أحداث الشغب التي اندلعت إثر انتهاء المباراة والتي جمعت ناديهم بفريق الحسيمة في إطار البطولة. وقد احتفظت السلطات المغربية بعشرة أشخاص مشتبه في تورطهم في الأحداث. دارت مساء اليوم مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل نيوكاسل يونايتد مع ساندرلاند فريق الدول التونسي وهبي الخزري تعادل بنتيجة هدف لمثله، كما انتصر ساوثامبتون على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي الدور الإسباني والحساب الجولة 30 انتصر إسبانيول على أتلتيك بيلباو بنتيجة هدفين لهدف واحد، وعاد فريق برشلونة بنقطة من ملعب المدريغال بعد تعادله أمام فياريال بهدفين لمثلهما، فيما تدور حاليا مباراة ريال مدريد وإشبيليا في ملعب سانتياغو برنابيو. أما لحساب الجولة 30 من الكالتشو فينزل لاتسيو روما ضيفا على أسي ميلان في ملعب سانسيرو. وبهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة الرياضية، عودة الآن مع الزميل مكيهلي. شكرا لك بشير. بعد الموجز الرياضي لابد أن نلقي نظرة على أحوال الطقس المستقر نسبيا اليوم. جولة النشرة الجوية تؤمنها اليوم لكم سونيا اليونسي. مساء الخير مشاهدينا الكرام. تميز طقس اليوم بضباب محلي في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بالشمال مع بعض السحب بالوسط والجنوب. البحر مضطرب فشديد الاضطراب آخر النهار. درجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم كانت كالتالي: تونس 28 درجة، بنزرت 28 درجة، القيروان 30 درجة، سوسة 27 درجة، صفاقس 28 درجة، تطاوين 30 درجة. التوقعات الجوية ليوم الغد: من المنتظر أن تتواصل الأجواء المشمسة وقليلة السحب بأغلب المناطق، فيما تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية فيما تكون معتدلة ببقية المناطق من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة ستكون بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط وبين 31 و 35 درجة بالجنوب. في المغرب العربي وشمال إفريقيا ستكون الأجواء مشمسة وقليلة السحب خاصة بطرابلس والقاهرة، في حين تتواصل الأجواء الممطرة في الرباط والدار البيضاء. تكون درجات الحرارة بالقاهرة 22 درجة، 20 درجة بالإسكندرية، 22 درجة ببنغازي، 31 درجة بطرابلس، الجزائر 17 درجة، كذلك الدار البيضاء و16 درجة بالرباط. في الشرق الأوسط والخليج العربي ستكون الأجواء مشمسة في معظم المناطق مع غيوم كثيفة في المنامة والدوحة وتواصل الطقس الممطر في القدس وبيروت، فيما تكون درجات الحرارة بدبي 29 درجة، 28 درجة بالمنامة، 32 درجة بالرياض، 26 درجة بصنعاء، القدس 13 درجة، بيروت 19 درجة، والخرطوم 38 درجة. في أوروبا تكون الأجواء مغيمة عموماً في أغلب المناطق الغربية مع أمطار بكل من روما ومرسيليا، مع تواصل هطول الثلوج بكييف، في حين يكون الطقس مشمساً بمدريد ولشبونة. درجات الحرارة تكون 15 درجة ببرشلونة، 14 درجة بمرسيليا، 20 درجة بروما، 8 درجات ببروكسل، 7 درجات ببرلين، 12 درجة ببوتابست، 15 درجة ببلغراد، 16 درجة ببوخارست، ودرجة تحت الصفر بموسكو. في شمال أمريكا ستكون أجواء كثيفة السحب بكل من مونتريال مقابل تحسن الوضع الجوي بواشنطن ونيويورك، فيما تكون درجات الحرارة 10 درجات بواشنطن، 9 درجات بنيويورك، 4 درجات بمونتريال، 15 درجة بمكسيكو سيتي وكذلك بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: يوم الاثنين تكون درجات الحرارة بين 25 و 35 درجة، الثلاثاء بين 26 و 30 درجة، ويوم الأربعاء بين 20 و 27 درجة.
غدا الثلاثاء 21 من مارس يكون الشروق على الساعة 6:20 والغروب في الساعة 6:33. صورة الشروق تأتينا من إياد ذي فلة من سوق لحد قبلي، أما صورة الغروب فمن باردو أرسلها لنا أسامة بوهلال. إلى هنا نصل إلى نهاية نشاطنا الجوية، نشكركم على الاهتمام، ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام 9. والآن عودة لك مجددا مكي. شكرا لك سونيا. الآن إلى فقرة نيوز بوك وآخر التدوينات والفيديوهات والصور أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بتدوينة اليوم، هي للمدمنين على الفيسبوك حد التعب من الرقن. أحدهم يقترح على صاحب الموقع استحداث خدمة السكرتير الخاص فقط لقضاء اليوم في المحادثة والمسامرة على فيسبوك دون أن ينهك أصابعه. صورة تتداولها الصفحات اليوم وفيها جمع من الأطفال يتابعون عن كثب العمليات الأمنية والعسكرية في بنجردان محتمين بمدرعة للجيش، وإن كنا نفضل طبعا تذكير المواطنين بتوصيات السلطة المعنية بالتزام المساكن وملازمة الحذر عند عمليات المداهمات والمواجهات. نورد هذه الصورة فقط لأنها الأكثر تداولا على صفحات فيسبوك التونسية اليوم. على هامش مهرجان سيكا جاز بالكاف وتزامنه مع الاحتفال بعيد الاستقلال، ازدانت القصبة في الكاف هذا الصباح بألوان الربيع وزهرات المستقبل التي أنشدنا للربيع وللحرية وللوطن. الآن إلى مسك الختام، كاريكاتير اليوم بريشة حمدي المزهودي وبتاعه مع جريدة الصباح. لكم كل التعليق. ختام هذه الجولة الإخبارية، مزيد من التفاصيل الرياضية تشاهدونها في برنامج بعد الماتش مع زميل مهدي كتو والكابتن خالد حسني بعد قليل. بهذا نصل وإياكم إلى منتهى هذه الجولة الإخبارية. كل عيد استقلال وأنتم مستقلون فكرا وحبرا. دمتم بخير وإلى اللقاء.